السلام عليكم مشاهدينا، حياكم الله في حلقة جديدة وبرنامج بانوراما. اليوم عنوان حلقة هذا اليوم هي عن عمالة الأطفال بالعراق بين الشارع والتشريع. طبعا احنا كنا نعرف أن العراق مر في أسوأ الظروف الماضية خلال عقود من الزمن، أدت هذه الظروف إلى تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال في المجتمع العراقي، ودفعت بالعديد من الأطفال أنه ينزلون إلى الشارع، وهذا النزول إلى الشارع سبب لنا مشكلة كبيرة بالمجتمع وسبب لنا مشكلة أيضا كبيرة على مستقبل هذا البلد، خاصة أن هنالك قوانين تعمل على حماية الطفل، وتعمل هذه القوانين ربما أنه تصون الطفل من الانجرار إلى مخاطر كبيرة كالعمالة في الشارع وترك لمقاعد الدراسة وما شابه ذلك. وتأثيرات هذا الأمر جاءت بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، بسبب الحروب، بسبب الخلافات السياسية أيضا اللي عطلت كثير من القوانين، وبسبب تفشي ظاهرة البطالة، أو قد تكون هنالك مشاكل أسرية كالعنف الأسري، مشاكل الطلاق وما شابه ذلك، تفكك هذه العائلات، ابتعاد الأب عن منزله أو عن بيته، وأيضا الأم وما شابه ذلك، دفع الأطفال أنه ينحرفون، أو يدفع الأطفال أنه يخرجون من داخل البيت إلى الشارع، والنزول إلى الشارع عبر التسول تارة، أو عبر الأعمال الشاقة تارة، أو عبر النزول إلى الأسواق في فترة أخرى. هذه الظاهرة طبعا العراق عانى من عدها خلال هذه الفترة الأخيرة، خاصة عام 2021 صدرت اليونيسف أن العراق تقريبا ثلث أطفال العراق يعانون من العمالة، ويعانون أيضا يمرون بظروف اقتصادية صعبة، وقالوا أنه كل طفلين، كل واحد من اثنين يحتاجون إلى حماية، ويحتاجون إلى ظروف تحسين المعيشة، ويحتاجون إلى تغيير واقع، ويعانون من سوء وضع اقتصادي أو من وضع اقتصادي سيء جدا يمرون به. مثل ما ذكرنا الأسباب كانت كبيرة، ولكن بالمجمل هنالك أيضا حتى بالأعراف الدولية هنالك قوانين دولية، هنالك أيضا قوانين لدى المشرع العراقي، من ضمنها أنه هناك يعاقب بالحبس والغرامة المالية كل شخص يعني يحتكر طفل لا يعي له شيء أو لا يعني له شيء، يعني مثلا طفل غريب من الشارع أخذه وروض إلى التسول وما شابه ذلك. ناهيك عن مواضيع كثيرة أثيرت بالفترة الأخيرة عن وجود جهات أو عصابات تمتهن مهنة التسول وتدفع الأطفال أنه يذهبون إلى التسول في الشوارع، وإحنا شفنا يعني خاصة بالتقاطعات، خاصة بما شابه ذلك، يعني الأسواق وغيرها، أو يأتون خلينا نقول يجون للبيوت. هذه الظاهرة بدأت تأخذ صدى واسع، وصارت من المتاح حقيقة وللأسف أنه كل طفل اليوم ما يعجبه يروح يدخل يشتغل أو يروح لمقاعد الدراسة، راح يتوجه إلى التسول، راح يتوجه إلى أو يدخل ضمن محور أو عنوان عمالة الأطفال. وهذا الأساس اللي دفعنا أنه نبحث عن ملف عمالة الأطفال في العراق اليوم بهذه الحلقة. لكن بالحقيقة حتى القانون الدولي، يعني هناك اتفاقية تسمى اتفاقية حقوق الطفل، المادة أولا 32 تقول تعترف الدول الأطراف بحق الأطفال بحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي. لكن للأسف احنا مشكلتنا بالتطبيق، مشكلتنا الأساسية بعدم الاكتراث لمثل هذه القوانين ومخاطرها. هذه القوانين يقول ايه، يعني احنا اكو ناس تقول طبعا حق الطفل يروح يشتغل اذا ابوه عنده مشاكل ويا امه او مطلقين او كذا وكذا، فكثير من المشاكل دفعت الأسرة الى التفكك، وراح الطفل عنده صارت مسؤولية وترك الدراسة، وبعدين يعني شو راح يتصرف هذا الطفل؟ احنا مو هذا الخلل اللي عندنا الاساسي، خللنا انه كيف راح ينبني المجتمع اذا كل الاطفال توجهوا الى النزول الى الشارع. هسه احنا نقول اكو حالات استثنائيه، انتقلت بعض الصور والمشاهد الفيديويه لطفل يبيع كلينس بترفك لايت وهو حاط كتابه ويقرا ويدرس، او اجلكم الله يشتغل اسكافي او ما شابه ذلك. يعني اكو هذه الحالات واكو هذه الظواهر، هذه حالات مختلفه، لكن بالمجمل
انت دا تشوف ودا نعاني من مسألة الأطفال، وحتى أصبحت ظاهرة غير لائقة يعني بالمجتمع العراقي، يعني صارت المشكلة الأساسية مستفحلة، على الرغم من وجود منظمات مجتمع مدني، على الرغم من وجود وسائل إعلام تتحدث عن هذا الموضوع، على الرغم من وجود قوانين، على الرغم من وجود وزارات، على الرغم من وجود توجيهات من كل الأطراف، ولكن مدى الالتزام لدى الشارع ولدى الأسرة ولدى تنفيذ القانون عندنا بها مشكلة أساسية، هي عدم الاكتراث لمخاطر هذه الظاهرة. فلذلك احنا ارتئينا انه يكون عندنا عنوان حلقة هذا اليوم هو ظاهرة عمالة الأطفال في العراق بين الشارع والتشريع. يعني ربما يكون اكو عندنا خلل ايضا حتى في التشريع القانون، يعني مثل ما يتحدث بعض الخبراء انه يقولون احنا اليوم بحاجة الى تشريع قانون يكون اقوى واكثر قساوة على اولياء الامور بالنسبة للأطفال، وبالتالي حتى يكون ينضبط هذا المجتمع. هذا اللي احنا نخاف منه، انه نخاف على مستقبل هذا البلد ونخاف على اجيال هذا البلد من الضياع ومن التيه، يعني هذه هي المغزى الاساسي. والا شنو احنا ضررنا من وجود مثلا عماله اطفال؟ خلي الطفل يشتغل، لكن اكو له مساوئ، راح يكترق دراسته، راح يتغير، راح يسلك طريق غير منتظم. احنا نعرف المخاطر اللي موجوده عندنا بالشارع، عندنا مخدرات، عندنا يعني مسألة بيع الأعضاء البشرية، عصابات تمتهن، عندنا كثير من المخاطر داخل الشارع أو موجودة بالشارع. يعني كأولياء أمور شو يضمن أن هذا الطفل ما راح ينحرف وينقل هذا الانحراف على البيت ويسبب بمشاكل سواء كان في بيته أو في محيطه أو في منطقته؟ فلذلك احنا علينا أنه نقف وقفة حقيقية وندرس حيثيات هذا الموضوع. حلقة هذا اليوم مثل ما ذكرنا راح تكون مع كل من الإعلامية سيدة هبة النائب الناشطة في مجال حقوق الإنسان، حياك الله ست هبة. ولاحقا كان من المؤمل أيضا ينضم معنا السيد علي المياحي الحقوقي من بغداد، وأيضا عبر الهاتف سيد هشام الذهبي سينضم معنا بعد قليل عبر الهاتف. حياك الله ست هبة، دعيني أسألك يعني شنو هي الأسباب المؤدية إلى تفشي ظاهرة عمالة الأطفال من وجهة نظركم بحكم عملكم بمجال حقوق الإنسان؟ شنو الأسباب الأساسية لهذه الظاهرة الغريبة حقيقة وبدأت تستفحل بشكل كبير؟ تفضل يا سيدي. نعم أستاذ ناصر، شكرا على الاستضافة. موضوع شائك عفوا وجدا صعب، وخصوصا بالسنوات الأخيرة انتشر انتشار فظيع، وحتى المنظمات والصفحات الحقوقية وحتى دور الدولة والمؤسسات أصبحت غير كافية أو مكتفية لانتشال هؤلاء الأطفال، لأنه نسبتهم كثرت وأصبح موضوع تجارة، لأنه بالسنوات الأخيرة بسبب الحروب، بسبب داعش، بسبب التفكك الأسري مثل ما ذكرت، فالعوائل صارت تزج بالأطفال إلى الشارع بحجة بيع الكلينكس، العلكة، القناني المياه وما شابه. فبالبداية هذا تحطيم لكيان وحياة الطفل واستغلاله أيضا، وأيضا سوء يعني سوء المحافظة على حياة الطفل. يعني دور الدولة أو دور المنظمات أو منظمات المجتمع المدني واليونيسيف كلها وحتى الدولة والحكومة كلها مسؤولة عن وجود هذا الطفل بالشارع، لأنه لم يتوفر له مثلا الراتب من الرعاية الاجتماعية، من الرعاية الاجتماعية، لأنه هذا الراتب لا يكفي. تصور أستاذ أنه كل عائلة عندها 7-8 نفرات راتب جدا قليل، فالأم أو الأب يزج بالأطفال إلى الشارع للعمل من الصبح لليل في الحر، في المطر، في البرد، في أي مكان، وحتى في مكبات النفايات يعمل الطفل ليل ونهار، ولا دراسة، لا متابعة، لا حماية من الدولة أو من منظمات المجتمع المدني. فتفاقمت المشكلة وانتشرت، وأصبحت الدولة غير قادرة على سد هذا النقص أو على سد حاجة الأطفال. فإحنا كمنظمات أو كأعلام نسلط الضوء ونتكلم، ولكن إحنا مشكلتنا بالتطبيق.
إلى متى نناشد ونعمل حملات ونعمل لقاءات والدولة تغض النظر عن هذا الموضوع ويستمر الطفل حياته من عمر 7 سنوات إلى 16-17 سنة هو في الشارع. فالدولة أيضا هي مسؤولة عن إنتاج جيل غير صحي غير آمن، ممكن مستقبله يكون تاجر مخدرات، يتاجر أعضاء بشرية، ممكن يسرق، ممكن يصبح إنسان غير متزن، غير واعي، غير صعب يندمج بالمجتمع. وإحنا يعني إذا نريد نبني جيل أو شعب نظيف أو صحي أو آمن، علينا متابعة ومراقبة الأطفال كيف لشعبنا أو بلادنا أن يكون متطور ويعبر مراحل النضوج بوجود هكذا أطفال. فالموضوع صعب وشائك جدا، وكل هذا بسبب تقصير الدولة بالدرجة. طيب أنت ليش تحملين الدولة بهذا المضمار؟ ليش ما احنا نقول الأسرة أيضا تتحمل جزء، يعني عدم الانسجام ما بين الأب والأم وانتهاء هذه العلاقة إلى الطلاق أو الانفصال هي جزء أيضا بيساهم بشكل كبير. يعني هو منين الطفل خرج إذا مو من البيت طلع واشتغل وانحرف، خلينا نقول لا سمح الله. الدولة مسؤولة لأنها لم تشرع قوانين صارمة، هي القوانين موجودة ولكن التطبيق ضعيف. ممكن أي عائلة يصير بها تفكك أسري إذا الأب أو الأم متمكنين ماديا ويخافون من عواقب محاسبة الدولة أو تدخل الشرطة أو المؤسسات، مستحيل راح يزجون أطفالهم بالشوارع غصبا، ما عليهم راح يخلون أطفالهم يدخلون المقاعد الدراسية ويكملون حياتهم. السبب الثاني أنه الدولة لو توفر راتب معيشي يكفي لحاجة عدد الأطفال والعائلة، ما ممكن العائلة تضحي بهاي الأطفال. أنا ما أتصور أنه الأب أو الأم يعني هم مهيئين أو فرحين لزج أطفالهم بالشارع إلا وإن كانوا مجبورين. وبعض الحالات ممكن يكون هو ما لقى غير حل انه غير انه يلتجئ للشارع للتقاطعات. فالدوله لو وفرت الراتب، لو وفرت الحمايه، لو وفرت دور الايواء او شلاتر لانتشال الاطفال اللي عوائلهم متفككه اسريا، يعني الدوله لو تعرف انه الاب غير صالح للتربيه والام غير مؤهله لتربيه اطفالها، من الممكن يضعون الأطفال في هذه الأماكن الآمنة والصحية ومن خلالها يكملون تعليمهم الدراسي وتنتهي المشكلة. ولكن تطبيق القانون في العراق جدا ضعيف، ولهذا نشوف طفل هو يواجه الدولة، يواجه القانون، حتى الأحداث تلزمه وتخلي عليه عواقب وتعهدات همينة راح يرجع وممكن يتسول او يبيع او اي حاجه ممكن يخليه يواصل عمله في الشارع. فكلنا مسؤولين، يعني استاذ احنا كاعلام مسؤولين، منظمات مسؤولين، دوله، دور، كلها مسؤوله عن وجود الاطفال في الشارع. لانه لو نظل مستمرين بالضغط ولتعديل القانون او لتطبيق القانون، صدقني ما راح نشوف هاي الكمية الهائلة. يعني شنو 700,000 طفل هو مشرد بالشارع يبيع قناني. طيب شنو الأسباب اللي خلت ما موجود عندنا القانون؟ احنا القوانين عندنا لحماية الطفل، نعم، بس مو فعالة للأسف. مو فعالة لأنه الأشخاص والأفراد هم بنفسهم غير خاضعين أو غير مطبقين للقانون. لو الدولة تكون صارمة وتوزع مثلا يعني شلون نقول تعليمات، كل فترة تعاقب وتحاسب الطفل وأهله، إنه بعض الأحيان يحاسبون الطفل ويسجنوه لفترة وأيام وأشهر مع سجناء مجرمين، وهذا من الطفل من يطلع راح يكون من سيء إلى أسوأ ويرجع لحالة طبيعي. فالدولة لو توفر حماية كاملة ومثل ما ذكرت دار أو راتب أو معاش أو مساعدات أو تسجيلهم
بالرعاية الاجتماعية ما ممكن نشوف شنو العذر. يعني مرات يقولون احنا ما عندنا معيل او مصدر مادي غير انه هذا الطفل يطلع يشتغل، وحتى ما يهتمون ان كان الطفل منحرف. صحيح، أو يعني صحيح هذا الكلام، صحيح هذا الكلام. اي قبل فترة سوينا حملة على واحد اغتصب طفلة تبيع بالتقاطع، مرها بلفة لفت فلافل، قال لها تعالي انطيج لفة وتجيني يمي. فهي طفلة خلصت حياتها بالشارع من الصبح لليل، اكيد راح تتقشمر وتخضع. هذا اللي نعرفه احنا، واللي وصلنا عبر التليفون احد مصوره، اللي ما نعرفه شنو من المصايب. حتى الاطفال يتحرشون بهم، حتى الفتيات مصيبة جدا كبيرة، الاغتصابات والتعدي وغيرها وحتى التحرش، هذا كله مسؤولية كبيرة على منظمات المجتمع المدني واليونيسف والدولة ومؤسساتها بأكملها هي المسؤولة. طيب، هي اليونيسف حذرت أيضا عام 2021، يعني بعد أن خرج العالم من أزمة كورونا، وبعد أن عادت موضوع كورونا على حقيقة نشوف رب ضارة نافعة، كثير من يعني العوائل او الاطفال رجعوا الى عوائلهم بفتره الحجر وفتره كذا، ربما عادت هذه الظاهره يعني نوعا ما من التراجع لدى الاسر او الاولياء الامور حتى يراجعون افكارهم انه كيف الطفل راح يتعامل. فاضطر هذا الطفل، يعني اكثر من عائله قالوا سلوكيات ابنه لما كان في الخارج يعني قبل أن ينزل الى الشارع اختلفت تماما من رجعنا، فانصدمنا بسلوكياته بعد ما كان موضوع الحجر الصحي او الحجر اللي يقول يعني منع التجوال. فبالتالي اصلا الاسره قامت تشتكي من اولادهم بعد ما نزلوا الى الشارع، هذه الاساس. لكن خلينا نقول من يحمي الطفل من العنف؟ يعني شنو الضامن انه هذا الطفل ما راح يتعرض الى عنف مثل ما تفضلتي حضرتك؟ يعني هذا دور المشرع، والبرلمان العراقي لازم يشرع قانون العنف الأسري للمحافظة على حياة الطفل، لأنه ممكن الطفل يتعرض للعنف الأسري لحتى يترك دراسته ويطلع يعمل. أو الأطفال المعنفين ممكن يطلع للشارع للعمل بسبب المشاكل والضغط عليه من قبل أسرته. فالبرلمان العراقي وذكرت أن الدولة لازم تعيد حساباتها من جديد لمحاسبة ووضع قوانين صارمة ومشددة لإعادة تأهيل المجتمع من جديد، لأنه صراحة المجتمع مفكك ويعاني من كثير نقصات، منها يعني التماسك الأسري المجتمعي، الاحترام، الأخلاق، حتى صار عنف أسري بالمدارس. فإذا هو القانون أساساً ما موجود، الطفل بالبيت معنف، بالمدرسة معنف، بالشارع معنف، فوين منو اللي يقدر يحمي الطفل غير المنظمات؟ المنظمات مو بس تصدر تعليمات وأوامر، لا، إحنا نريد تطبيق على أرض الواقع، تجي لجان ومؤسسات خبرة تواصل العمل والمراقبة واللقاء بهؤلاء الأطفال المشردين والمسولين وغيرهم، لأنه غير التطبيق مستحيل راح يتغير شيء أصلا. نعم، أحسنتي. الآن جاهز عندي الفونو زميل المخرج. نعم، طيب، لبين ما يجهز الاتصال سيدة يعني هبة، الموضوع انه المشكله الاساسيه بعد تقرير اليونيسف قال انه اليوم كل طفلين بالعراق، كل طفلين واحد منهم يعاني من سوء يعني الواقع الاقتصادي او وضع المعيشي يكون هو سيء بالعراق، وهاي الاساس يعني دفعت احنا علينا انه شخصنا الظواهر وطالبنا بالحلول، ولكن للاسف لا تزال هذه الحلول هي ضعيفه. لكن اكو اسباب مثل ما تفضلتي، ايضا موضوع متشعب ومتجذر ايضا، يعني الاسره كيف راح تتعامل؟ خليني اخذ الفونو معي الان عبر الهاتف السيد هشام الذهبي، مشكورا المختص ب مجال حقوق الطفل. وايضا هشام الذهبي حياك الله، طبعا غني عن التعريف، سعداء انه انت ويانا اليوم سيد هشام. بدايه دعني اسالك، ما هي الاسباب المؤديه الى تفشي ظاهره عماله الاطفال في العراق؟ تفضل سيدي.
السلام عليكم حبيبي. وعليكم السلام. حقيقة مثل الأطفال هي ظاهرة خطيرة على أثناء وقت الطفولة. سبب هذه الظاهرة قدم كل طفل كثير والسبب الثاني هو يوسف أو التحكم الأسري الأب والزواج أو زواج رجل آخر، فبالتالي وزوجها والأب يعني إلى أعمال مبكرة لاحقا. فالأسوأ في الربع أيضا سوء التعليم في سبب تسرب الأطفال العمل مبكرة وكذلك. نعم. طيب أنا ما أعرف، يمكن الصوت به مشكلة على ما أعتقد، يمنى يمكن أكو خلل. نعم. طيب راح أحاول أعيد الاتصال، راح أعيد الاتصال بك مرة ثانية سيد هشام إذا تسمح لي، فقط دقائق يعني بين ما رتب الاتصال. خليني نفس السؤال أرجع للست هبة. ست هبة، يعني إحنا تكلمنا على موضوع اليونيسف، أشرنا لأن العدد مهول حقيقة، خطر. شنو إحنا كل طفلين واحد منهم يعاني من سوء المعيشة بالعراق، يعني نص المجتمع في المستقبل راح ينزلون للشارع. بالضبط، حتى ذكروا أنه الأطفال نسبة 2% هم ما يروحون للمدارس، يعني تخيل. وأعتقد عددهم 700,000 طفل بالعراق لم يذهب إلى المدرسة بسبب عمالة الأطفال في الأعمال الشاقة في المصانع، في المعامل، في الأسواق، في معامل الطابوق. تخيل طفل عمره 7 أو 8 سنوات يعمل في معمل الطابوق مع أمه أو أبوه، كل هذا بسبب قصور الدولة في توفير رعاية أو توفير رواتب أو توفير احتياجات العائلة. طيب خليني أنضم مرة ثانية معي السيد هشام. حياك الله سيد هشام، أعود لك. يعني سألتك يعني قبل الإشكالية أنه ما هي أهم الأسباب المؤدية إلى تفشي ظاهرة عمالة الأطفال في العراق، تفضل سيدي. أهم مساء الخير مرة أخرى، وتحياتي لضيوفك ولكل المستمعين والمشاهدين. شكرا لك. عمالة الأطفال كما أسلفت هي ظاهرة اجتماعية خطيرة، يعني تأثر على المجتمع بصورة عامة وعلى الأطفال بصورة خاصة، لأن هي يعني تحرم الطفل من ممارسة براءته وممارسة طفولته، وتحرمه من التعليم الجيد وكل الخدمات الأخرى اللي من ضمنها حتى البيئة الآمنة. أسباب العمالة المبكرة هو السبب الأول، أعتقد أنه سوء الحالة الاقتصادية لكثير من الأسر، وخصوصا الأسر اللي هي تحت خط الفقر واللي لحد الآن يمكن ما حصلت راتب رعاية اجتماعية. السبب الثاني هو التفكك الأسري، طلاق الأم والأب وزواج الأم مرة أخرى وزواج الأب مرة أخرى، فبذلك تشتت الطفل ما بين الأم وزوجها والأب وزوجته. الأسباب الأخرى هي للأسف الشديد المدارس اللي أصبحت كثير من يمها هي بيئة طاردة للأطفال، فبالتالي تسرب الأطفال من المدارس هو اللي يؤدي ايضا الى العماله المبكره وخصوصا باعمار صغيره. غياب القانون اللي يحمي الطفل، اليوم احنا صار لنا اكثر من 19 سنه ولحد هذه اللحظه ما شرعنا قانون حمايه الطفوله. هذه كلها اسباب تؤدي الى العماله المبكره واستغلال الاطفال في اعمار مبكره، وللاسف الشديد كثير من هؤلاء الاطفال هم مستغلين من قبل أسرهم، الأم والأب والأخ والعم والقار والأقارب الدرجة الأولى. طيب سيد هشام، بسؤال أخير، يعني ليش بالعراق لحد الآن ما عندنا القانون اللي يقر حماية الطفل؟ يعني إحنا غير نحمي الطفل، ليش لحد الآن القانون هو معلق؟ موضوع هو هل هو مرتبط بقانون العنف الأسري؟
لا لا ابدا ما له علاقه بالقانون. طيب كل اسر قانون، كل اسر قانون موحده عندهم اشكالات عليه شرعيه واكو مشاكل عليه، اما قانون حمايه الطفوله ما صار عليه اشكالات، ولكن للاسف الشديد هو هذا السؤال لازم يوجه للبرلمان، لانه لحد هذه اللحظه ما لقينا كتله قويه بالبرلمان اللي تتبنى هذا القانون و حتى يتم التصويت عليه. اليوم مو صوت كانت اكو قراءه اولى، وان شاء الله الاسبوع القادم راح تكون هناك ندوه او مؤتمر في البرلمان العراقي ايضا لطرح القانون في حضور منظمات المجتمع المدني وكثير من الشخصيات، وعسى ولعل ان نصل الى مسوده نهائيه لغرض التصويت عليه ان شاء الله. شكرا جزيلا لك السيد هشام الذهبي. شكرا جزيلا. شكرا لك. تحياتي يا سيد هشام الذهبي الناشط والباحث النفسي في مجال حقوق الطفولة في العراق، شكرا لك. أعود إليك مرة أخرى سيدة هبة، يعني تكلمنا أيضا القانون، موضوع قانون حماية الطفل هو قرار أو قانون منفصل تماما، هنالك نوايا ربما واضح السبب، يعني وضح السيد هشام بشفافية ما عندنا كتلة، يعني غريب الموضوع. البارحة مجلس النواب للساعة بالأربع الفجر قرروا قانون الانتخابات سانت ليغو، للساعة بالأربع الفجر لا نعسوا لا تعبوا لا ملوا من الصبح للفجر ثاني يوم هم يقرون هذا القانون. يا ريت هذا الحرص نشوفه على أطفالنا، يا ريت هذا الحرص أيضا نشوف أنه فعلا يصب في مستقبل هذا البلد. نعم أستاذ نصر، عندنا مواد بالقانون العراقي أو بالدستور العراقي مواد أنا أسميها السامة اللي غير مقبولة لا إنساني لا إنسانيا ولا أخلاقيا. يعني قبل كم يوم تكلمت بموضوع المخدرات، فذكرت أن المخدرات أيضا تؤثر على الأطفال وخصوصا الأطفال المشردين بالشوارع بحجة العمل أو التسول أو أي مكان. فلحد الآن البرلمان العراقي لم يصادق على مسودة إقرار قانون لتصحيح أو إعادة المخدرات بالعراق. يعني إذا هي المشكلة المصيبة الأكبر المخدرات ما سووا لها حل وما خلوا قانون أو شيء صارم تجاه هاي الكارثة بسبب تيارات حزبية أو سياسية هي تكون مسؤولة عن هذا الموضوع، فيخافون يخطون خطوة تجاه هذا الموضوع. أما عن عمالة الأطفال اللي هي المصيبة الأكبر لإنتاج جيل يعني غير مؤهل نفسيا ولا اجتماعيا، لحد الآن لم يصادروا مسودة أو تعديل لتغيير قوانين تنتشل الطفل من الشارع إلى المنزل لحياة آمنة، لحياة يعني مجتمع صحي، مجتمع صحي مجتمع مقبول. فأنت منا نوقيس من عندنا المادة الثالثة اللي هي تشرح قانون العنف الأسري، فالطفل من كل النواحي من ناحية مخدرات هو عنده نقص، من ناحية عمالة الأطفال، من ناحية العنف الأسري. فشلون ننتج جيل بخير ممكن ينجح مستقبلا ويتطور إذا يصادروا أو لم يوافقوا على إقرار هذه القوانين؟ فصعب جدا الموضوع، هو كله بيد البرلمان العراقي كمنظمات كمؤسسات كمنظمات مجتمع مدني كمؤسسات حكومية حقوقية كأعلام. كنا بين فترة وفترة نحاول نناشد ونقيم حملات وحتى نجيب لهم فيديوهات وأدلة على استغلال الأطفال من في العمل في الشوارع أو التحرش أو الضرب أو حتى الاغتصاب، أكو أطفال تعرضوا للاغتصاب بسبب عملهم في الشوارع. كل هذا يصير ترند في الميديا والدولة والبرلمان العراقي تتغاضى ويمر الموضوع مرور الكرام ويطلع شخص منتسب لجهة ما راح أذكر يحمل الطفل أنه هو وصل للطفل ولبى المناشدة وأخذ الصور والتصوير وأصبح البطل لهذه الرواية وبعدها ينتهي الموضوع، وإحنا لا زال مستمرين في المناشدة يومية، مناشدة أو حملة فلان طفل معنف، فلان طفل أبوه كهرباء، فلان طفل أبوه ضربه، فلان طفل يدخن السيجارة، فلان طفل يشرب الخمر. وبعدها بعدها إحنا تخيل أنه دولة معتمدة على الترند بس،
يعني احنا ننتظر يصير عندنا ترندات بالسوشيال ميديا حتى نشتغل عليها؟ لو احنا نشتغل كدولة تشتغل على المسببات اللي وصلت المجتمع إلى هذه النقطة، وصلت هذا الطفل إلى هذه الحالة، هو هذا الأصح. مشاكلنا صايرة ترند اليوم، اكو مناشدة من وحدة تريد تنقتل من قبل أبوها أو زوجها، الدولة تخابر على مثلا الشرطة المجتمعية سين وجيم وروحي وتعالي وجيبي وودي وأوامر قاضي، ويعني هي متعرضة للقتل، يا قاضي يا أمر يا شي. هي لو أصلا أكو حماية قوية ما ممكن الأب أو الزوج أو الأخ يتجرأ أنه يعنف أو يضرب زوجة أو طفل أو أخت. بس إحنا المصيبة هو القانون غير موجود، والآباء أو الأمهات مستفحلين على أولادهم وأبنائهم، طبيعي تكثر الحالات. طيب إذا 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 هذا الموضوع، إذا كان الأب والأمة مهتمين لأولادهم، إحنا كدولة ما خلت قوانين وهاي القوانين تكون عقوبتها شديدة؟ يعني الأب اللي ما يهتم بابنه مو المفروض يعاقب، يغرم ماليا، يحاسب؟ يعني مو معقول انا والله بكيفه ابنه وبكيفه، هذا مو منطق. لا اضيف لك معلومه انه بقانون المجتمع او بقانون العشائر، المناشده اذا تجي هسه، اذا اكو مشكله سمعت انه جيراني يضرب ابنه واجتي الشرطه تتدخل، الشرطه هنا ما عندها صلاحيه تدخل البيت الا الاب يطلع ابنه بالشارع يضربه يعنفه يصير شهود بالموضوع، يلا الدولة أو الشرطة لها حق تدخل. أما إذا دخلت بيته هنا انتهك حرمة بيته وعشائرية ومشكلة، كل أنواع المشاكل راح تصير للشرطة نفسهم، للدورية نفسهم. تخيل يعني دور الدولة جدا ضعيف تجاه العوائل المعنفة لأبنائها، فيا دوب مرات تنجح الخطة إنه الدورية الشرطة المجتمعية تاخذ الطفل وتعالجه وتوديه المستشفى ياخذون صور وتنجح القصة والرواية، ولكن وين الحل؟ إنه احنا يوميا نسوي مناشدة، والتويتر والانستغرام والفيسبوك هو شاهد على فظائع المجتمع العراقي. طيب احنا عندنا ايضا يعني عندنا سجن مختص بالاحداث، وهذا السجن هو وضع حتى يضبط تصرفات الأطفال. الطفل اليوم ترى ما يدرك شنو يعني سجن، شنو معنى سجن أحداث، شنو معنى أنه ما يهتم يروح للمدرسة اليوم. وللأسف كثير من الأطفال اللي هم يعني خلينا نقول صبيان، يعني خلينا نقول من عمر 7 سنوات 8 سنوات إلى 15-16 سنة، يعني وصلوا إلى مرحلة من النضوج، ما يستوعب مخاطر سلوكياته، ما يستوعب هو شدي يتصرف، ما يدري، ما يعرف شنو. تروح للكافتريات، وللأسف يعني للأسف كافترية، أنت أبو الكافترية تستقبل أطفال بعمر 15 سنة وتنطيهم نارجيلة ويشربون نارجيلة عندك، هذه باشر عقبة يمكن يستخدمون المخدرات شيء أساسي، ممكن أحد أيضا يجي يستخدمهم بالتهريب، بمتاجرة الأعضاء البشرية، ما شابه ذلك. هذه العوائل دقوا تلطم، مدى يقدرون على أولادهم، مدى يقدرون يسيطرون على سلوكيات أولادهم. يعني مو معقولة احنا نبقى ننتظر والله مشكلتهم أهل ما عرفوا يربوه، لا هو خرج عن الطريق، هو ما ينضبط. أنا اليوم شو أسوي له؟ شلون أتصرف وياه؟ يعني إذا ماكو قانون، ماكو فد شيء، أنا أودي بإيدي، أودي المركز شرطة وأقول لهم لا هذا ابني ما ينضبط، أنا ما أقدر عليه، باكر عقبه يجوز يطفر على جيراننا، باكر عقبه يجوز يروح يقتل لا سامح الله، أو يكون تاجر بالمخدرات، شو راح أقدر أضبطه؟ يعني أصلاً حتى السلوكيات هذه القوانين ما حدا يعرفها. عوائل اللي يتصلون بينا يقولون إحنا شو نسوي الأولاد؟ شلون أتصرف وياه؟ يعني ابني ما دي يجي للطريق، هو ما يدرك شنو خطورة طريقه وخطورة سلوكياته وتصرفاته، لا دين ولا مجتمع ولا قانون. والله ما اعرف يا ستبه، ما اعرف احنا وين رايحين. على كلامك انه الطفل بعد ما يتعنف وتوصل له الدوريه ويعالجوه بالمستشفى يومين ويرجع لاهله ونفس المشكله، ما سوينا حل، مجرد بس ترند صار
والطفل اللي تعنف ما عندنا شلاتر او دار ايواء للاطفال المعنفين. يعني هسه احنا من الاطفال المعنفين للاطفال اللي يشتغلون بالشوارع للاطفال اللي يستغلوهم، الطفل كله ما عندنا كدولة حل له. يعني هسه الطفل اليوم احنا دا نحكي بالحلول، اذا اريد انه اساعد اهله لازم اوفرهم راتب رعاية، اذا شفت الاهل بعدهم مصرين على انه الطفل يبقى يشتغل، لا، دور الدولة بهذا الموضوع انه تاخذ الطفل من الاهل وتخليه بمؤسسة تعلمه، تخليه يكمل دراسة، تعالجه نفسيا، تعالجه صحيا. يعني تخيل انه الطفل يتعرض للعنف من ابوه او زوجة امه او ممكن حتى امه او اي احد من العائلة، يوما يرجع لنفس العائلة اللي تعنف منها، فالمشكلة جدا صعبة صراحة. طيب هسه احنا نريد الحلول، نرجع الى قانون الزاميه التعليم، نرجع الى نعم. تجنيد الالزامي حتى يعرف الطفل انه اذا ما يطب للمدرسه راح يروح عسكري. شنو القوانين اللي افضل اليوم هسه بغض النظر عن توجيه العقوبه للاب او لكلا او احد من والديه او هو ما ينضبط؟ قلت لك انا سابقا والناس كلها تعرف انه طفل ما يستوعب، يعني عمر 15 14 سنه ما ممكن هو يستوعب ويدرك خطورة إذا أخطأ يعاقب بالسجن أو الحبس أو غرامة مالية. هاي المشكلة الأساسية، هو ما يفهم، هو ما يفهم، هو لو كان يفهم سلوكياته ومخاطر تصرفاته ما ينحرف هذا الانحراف، وبالتالي نحتاج إلى طرق للحل. نحتاج إلى إلزامية التعليم، إلى التجنيد الإلزامي، إلى ما أعرف وين، ما أدري يعني شلون، شنو الحل من وجهة نظرك يعني ستيب؟ الحل بالبداية نبدأ من المدارس. المدارس لازم تعرف أنه الطفل في صف الأول صف الثاني بدأت الغيابات، بدأ مثلا يعاني من اضطرابات نفسية عنف أسري، فهنا لجنة حقوق الإنسان توفر لجان لمراقبة ومراعاة حياة أو نفسية أو ظروف الطفل. بالدرجة الثانية توفير دور ومؤسسات من قبل مثل ما قلت المنظمات أو لجان حقوق الإنسان، بأي مكان ممكن يوفرون تطبيق أو يوفرون رقم غير رقم الشرطة المجتمعية، لأنه هو مو بس موضوع عنف أسري، إبلاغ عن حاله. أنا اليوم شفت الطفل يبيع بالشارع، وهذا الطفل يتعرض ضرب او تحرش او غيرها، ابلغ على هذا الطفل. وممكن بعد التبليغ يشوفون حل، مثلا اما ياخذون تعهد على الطفل ويشوفون وضع اهله وضع الاسري، ليش هو وصل لهي المرحله من عماله الاطفال او التفكك الاسري او مخدرات وغيرها. فنرجع ونقول انه البرلمان العراقي هو يم الحل الاخير والنهائي. إذا هو الحل مرتبط مثل ما تفضلتي، مرتبط تماما بإقرار قوانين، وهذا اللي احنا نطمح له إن شاء الله، يعني على غرار هذه الدورة البرلمانية أنه ينصفون الأطفال وينقذون المجتمع العراقي أو جيل المستقبل من مخاطر كبيرة قد تهدد البلد واقتصاد البلد وسياسة البلد وكل شيء، ويكون الانطلاق من الأسرة الصحيحة. شكرا جزيلا السيدة هبة النائبة الإعلامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان والطفل، شكرا جزيلا لك. شكرا أيضا للسيد هشام الذهبي الناشط والباحث النفسي في مجال الطفولة في العراق، شكرا له. وأيضا اعتذر السيد علي المياح الحقوقي اللي كان من المؤمل أن ينضم معنا اليوم في حلقة بانوراما. بالمجمل يعني مشاهدينا أنه إحنا علينا أنه نعمل ونكثف من جهودنا كأولياء أمور، كمسؤولين، كنواب، كقضاة، وكمشرعين، وكدولة بالكامل عليها أن تتكاتف جميعا. ونقول أنه بعض الأطراف اللي تحاول تستغل الأطفال وتزج بهم بالعمالة الغير شرعية أنه يعني يجب أن يحاسبوا ويجب أن يعودوا إلى ضميرهم، وهذا هو الأساس بحماية الطفل، لأنه الطفل هو من بناة مستقبل البلد. فإذا نظرنا إلى الأطفال راح نعرف بلدنا شو راح يكون بعد سنوات وبعد عقود. شكرا لكم، ونشوفكم إن شاء الله بحلقات أخرى من بانوراما. في أمان الله.